السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون مرحبا سيسون سي غيما قلنا غد مسلاي في سرسيث اشو ضرون دي تمورت الجيران يعني انت سرسيث الطاس وني دي تاكن داس فورزان يعني اشو ضرون دي سرسيث تمورت قارند باللي اللي حلت سندي طلام ولاش الحاجة دي فانن اين يعني انت سرسيث ما راي ولي وني غران دي سرسيس از دفانن فردان دايما دي تمور تلتزاي لقد توالي الطلام التاسي دي فكان راين سن اين يعني ان اوفدل اكسران اكدران دي المورادية التاس داني دي فكان سبور زنان اتسال مرحلة ثاش ديت اتقديمان يعني الجزائر خاصة ميديوسا ماستر تاك المورادية التاسيس قسينا اسمه مثلا داغن ميلو شرفي ادسر سن دي مدبرة مقرانا يعني الاوديو فيزيوال تمورث اي غريت سرسن دانا التاسيس قسين بعد نوي كريم وسنا وناسا قاد فكنا راين سن يعني اشو يطرون دي تمورث الجزائر النحر استديو رقم مثلا نصر سي مرحبا سي سيك السلام عليكم نصر السؤال اذا التاسي وفد اللي كسر عندي كثر عندي ثمور ثاني انا لو دي ار اس ماستر تاكي فاغ يغالد لان دي نوميناسيون قناص نوميناسيون اي انتيروغاسيون انا على اساس يون هذه اللي دي مدبر ام قران مكان ولكن التاسيس قسيين عامه تسر سيتي تشور ديك الطلام دي ثمور ثنا غادنا حفسيكس كان طريق هكا مثلا مكانت سوالي ظل عليك يعطيك الصحة محمد السلام عليكم عزل فلك تسلي ما غفي كذا غادي توالينا وندينا يعطيكم الصحة مثل ما كذبنا إلى قدنا هنا محمد باللي المرحلة يجي عندنا طاس إغميسان طاس ويكذا يقدشن دي تسرسيل دي ثمورث تسمى ناند باللي ثمورث النغة تسعد داي الوقت الوقت صعب نطاس اي غير باسكو اسقسينا كي يسون ليجيتيم اسقسينا فوس الوايت مورث اندا فاس الوايت مورث ولاش صوريناس ولاش صوريناس ولاش صوثيس دونك اونسلاري صوثيس لا الحوايج النيض انا مخي ذا ايد النيض ذي الانتروديكسيون انك المقدمة اف ويقاذي ديكش من دي جديد ناك سنتن يعني اتصن العيفاذ وفهم نارا افدل افقارو تمورث اذي ضرو ولكن اسميس اسلوي ولاشيث ايغاف سياحة الساحة السياسية الى قدر النيض اغن بلكد نهضارة فاسميس اف امكيد النيض ميلود شرفي وقيذا الرنت ذا يعني فوق الروم اين يعني لوديو فيزيال لا ريغولاسيون لوديو فيزيال انزرب اللي وقي لا ذي وكذا اللي رندي الا ذا غن انت سيت ان اونسيان جورناليست دونك يعني طاسي سقسيا ذي المجال كين ذي الامر كين اي غار ذي انت ايران مي الماده يعني ذي اسميس ذي الجورنال اوفيسيال الماده 61 تقرد محمد تتنافى العضويه في سلطه ضبط السمع البصري مع كل عهده انتخابيه وكل وظيفه عموميه وكل نشاط مهني وكل مسؤوليه تنفيذيه في حزب سياسي ما عدا المهام المؤقته في التعليم العالي والاشراف في البحث العلمي في البحث العلمي البحث العلمي تسمى القانون ثان ذاكين ذي الجورنال الاوفيسيال اي اللي يعني الاوديو فيزيال باللي ما تعدد سي سي كريم وكافر ناشو سيظهر الحق سيظهر الحق تغلظ المسؤول في الاورغانيزم كي دونك نكوني سقسيين اي غرض انت اختارا واي يعني سقسيا مقران اسك فريمون في اللانيه باش هذه اللي وفدل ذي الدومين كي الاوديو فيزيال صحيح تنصر نحسن بقلنا أم زوارو مثلا منتصر أبكرو نسيني السلام عليكم مرحبا سيسكا منتصر وعليكم السلام ورحمة الله إغي منا منتصرين يعني أنا شو ضرون دي تموت الجزائر دي بوينت في بوليتيكان يعني أنت سرسيتا خطر التاسي دي نان طلامي كتشون أنت سرسيتا كي ونزرى راي غار لي نوميناسيون كي طاسي سقسيين دي سيونا دي روح يونا دي فايونا روطرا تا ديوغال يوم مطون دان فاد مسلا في مس ميلود شرفي سما سالسن دان ان ارتيكل ناكي نوميناسيون دي زانتيروغاسيون اخاطر الا الارتيكل 61 دي جورنال اوفيسيال دي نان ما عدا يونس كرا كوفرنا يخدم لاكتيفيتي يعني انا انت سرسيتو كسعار الحق هذه اللي قرر لوتوريتي لا ريغولاسيون ادنا حفسيس كسي منتصر في كندا تمغلينك نار رؤيا يعني انت مسلتك السلام
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مو ان كاين يتسوالي غفوره لان دو كرو بروبليم ماشي لا ديموكراسي ثوره ونزراره ويغي حكمت ونزراره سنة سنة قد تدو سكي يسير نزراره بلي حكمة بين بوتفليقة نو سوم ديجا دبوي بليزيور موا دون لابري بوتفليقة رجازة رمضان ثورة avec le la batterie qui nous voilà les dénominations tout le monde sait بلي مستحيل ما تشد نتسى وكي هي en train de prendre les décisions même qui tu as من déséquilibre on verra et c'est pour ça qu'on a peur سنجنت دو on verra ثورة تهضر في الشهر فين كاين اللي ولي باش نروح اخو في غان كوبا لو ان تي في باش هادي يخدم باسكو مول في خدمة راه يا هذا شو هنا دات انا ساكي تنروح نخدم غني غاس هذا شي كلام اني دون فا انريجستري دو بريمي ديريكت بوليتيك اني غاس سامبا زانفيتي اني دون لها مزرير من بعد نتخمم غني غاس يديني مسك ثورة تن منك سعيداني اللي اون تران دو فا سا تورني اللي اون تران دو نو ديكتي الناس اللي باش غادي يضرون apparemment باش عدل الدستور عدل اون فيولون اونكور اون فوا لو بوبل افيك افيك البرلمان اللي مسكر سابو عقبه لي كوافاز نحفافات هضر مام الشعب انو لا با دروا دروا لا بارول باش راديكاليزي نو سيتواسيون اللي كي تري فلو ايل فول سي دابير توت لا كيستيون يا كين الدستور باش يخدم نائب الرئيس اي كوم لي ريمور هان بيتاتر سي شلال بيس سي لي دو لو فري رئيس يا انت وي تحركن وي قلان فيريير او او ترى لي ديكيليبر كي تخدم الكلون اسك التوفيق اسك السعيد اسك دي اس تي فرنسا وزرارة اي سا اي سا سو بريسيبيت ثورة افيك لو تريك بليس كي دان تي في ا ديسيدي دو فير دي ديريكت توتي كونترولي بوليتيك غير بيان سور لا كلش جامي ديبا كونتر فيكتوار يعني في دقه النظر اللي ولي اللي غاو نتحكم في الاستقلاليه لكن ديال الجزائر مستقل هو المستقل عن ارادته دي جون سي سو انديبوندون سي سو سي كي سو انديبوندون دو لور فولونتي ماشي انديبوندون او سونس بوزيتيف دو تيرم اي مالوريزمون لا فيزيبيليتي سوف ويز نياس الحالي Et encore, je l'espère. Où est-ce qu'ils sont en train de me pousser? Mais on a peur, bien sûr. Sur le plan social, l'article de 87, le code du travail, nous avons dit que les gens ont fait une devise. Nous avons tout rallongé, puisqu'on a la rien c'est un gain de d'eau. Mais nous avons il y a beaucoup d'argent. دونك الا طمع مقران دونك تكررت مقران اي اون اريف با جي لو بوفوار كي مازال ودي لا لا لوبوزيسيون يا كين لا كواليسيون لي زاك شيف دو غوفرنمون نير ميم لي بارتي نيفان نا با دو بوا اي لو بوفوار بورتون سلا مازال يخدم على لا كونسيسيون باش يقبل اسكو تريمر واحد يسرد ليه الناس على الاقل pluraliste yani ans de dizovi c'est pas encore le cas bas ma walir saïdani tiglahou باش يقدر بلي صايي باش تبدل الحكومه باش نعدل الدستور وما نحتاجوش كاع نديرو استفتاء شعبي خاطر يمكن دي قرن متمس توازن وديك سيستم ديسكور ديماغوجيك كي كاش دي كلونت نسفاد نسيت بوفوار لي كلون يا كي اذا كاين يا لا عندك في دي ماسيون ولا عندك في دي زانتيري اترونجي نيك بيرسونيلمون ماشي او بيدغ باسكو بار لاشتي او بيدغ اوبجيكتيفمون جو ناريف با بوار تونك انكور مازال كلشي كلشي تسيرنت دون لوباسيتي الفيولا ان نومينياسيون l'autorité de régulation, on n'est pas la première. Tout est viol. Tout est viol. On محترم ni حتى القانون, on محترم حتى الدستور. Tu vois, quand je m'appose d'aki, j'ai pas de recette, personnellement. أكمثنا منتصر أتسلى أتسلى كما فاكد سقسون وسقسي بيسك نكوني لحقا أمكيد نظر لوباسيتي دولا بوليتيكا يعني أن طالما قيد سرسيث
يا هل طارت سواليد لوبوزيسيون كي تمورث الناغ اتخدم حقيقة دي تسرسيد تسلوي غافنا في تمورث الحالة راهي تسدون وثفانا راه مكي دينا داك الشيء وزارة سنة تلحو يا هل طارت سي با لو مومون لوبوزيسيون مثلا مقلب باش تدفع الشعب تفهم شو راه يضرون يا ليت لكن مازال ولا غير هكي لوبوزيسيون لازمت تفغي الشعب دابور دوا كونسيونتيزي دو سيتويان اسم يلي الشعب اون بون بارتي دو بوبولاسيون كونسيونت دو لا سيتواسيون هكي جو سوي سور كلي شوز فون ريالمون شانجي حبه من حبه او كريها من كريه دونك لا كيستيون ام لو ان تي في سكيت اللي بيد اللي ندم كيخدم نيتني للديبا يمكن نقارن بنقارن بالراي والراي الاخر يمكن يزيد الجزائر شعار الراي والراي نفسه سي سي الكوفار نغمه ديالوغي ديالوغارا يخدم ما يمكن تقارن دي تياتر ني المونولوج يهضر ديما نيس سي دو بوزيسيون اتفغر الشا اتوا اتوعي الفا بوكو سيرفير لي ديبا يا كي لي فولت فرانس لي ديكلاراسيون كي ني ديباس با دي سالون انت نهاب هذاك بيان ما تغرق بك جون نهار كان كازا نسيتو ميزا مي سا نومبال با اي سا نو شونج با لو شونجمون نو سيفرا كافيك لو بوبل اي سيرتو ما نبغى يعني تولى المسألة حتى الدستور في 62 لا بارول لا جامي تي دوني او بوبل ميم لا بروميير كونستيتيون تني اون با دوني لا بارول او بوبل اون لا كوبتي اي سا كيما مازال Si on veut aller vers un système démocratique, yani, juste, etc., c'est vraiment chouette. Même le pouvoir, l'opposition ne l'exclut pas. Aussi criminel soit-il, il ne l'exclut pas. Ça, il exclut. Donc, il tremble le Saoudi. L'opposition, ça fait soit l'homme qui tremble, soit une opposition de carbone, il y a 200 ans. اتن دونيت اتن تحو فورا قرا لو كاز لا كان دي كلو دي البوفوار كي موت فهمنا راه لو كاز علاش انت مو تنحرق لكني سي دير ميم با ساعه ولا با لا باروي سلمي لو كاز سي دور انتيري سافران اغنغنيزن اي افكتيفمون ما 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 تخلو تخلوك من الدنيا ما ما شو رايك دانا في الانترفيو دي خدم ماس بن فليس دي غميس الوطن يعني يعني لا فاكونس دي بوفوار لو رول دو لارمي او ميم طون انت الدوسي نزدان وغادي سكان رونديفو باش هادي هو اسم لا غريمون لو بارتي اغينس دونك ام خير تولد لي حالا بن فليس دانا ساكي والله جوستمون انا خير انا خير بوفوار يربح يربح ما مد الموالين يزون مار بالفيس يدا دي السلطة غزالي يدا دي السلطة الشعب الشعب تنموك لخنا في 62 مملو كان الهان تراجون دو نوفو فيزاج ترى لا 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 رمين سرادو كتير دي تموت امك ونظر وجه بوليتيك مو غير وجه وجه اكزاكتمو امبا l'armée ne serait pas mal aussi cela y a que tous les partis de l'opposition quand ils sont unanimes les hommes l'armée à ta campagne de changement de la démocratie qui nie je suis d'accord ça à quelle armée est-ce que c'est une bande d'individus qui ont dépassé 70 à 70 un gars de 82 ans ou une autre je sais pas on sera des gens de l'armée on sera des généraux qui ont fait des écoles et des académies اشي موت نتوا لا لا بوركوا تو سي جون نون با دروا انا على لا بارول سي توجور ميم بلان ومن بعد ما مروا على لوبوزيسيون سي توجور ان بالفريس يا ودي خلينا نسمعوا لا 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 بوا دي بوب لا بوا دي بوب سي لازم نسمعوا تو لا يعني لا كلاس بوليتيك كي قبل ما تهضر اي دو فير اون اوتو كريتيك ils ont fait partie du pouvoir tous les partis mais
امكين بذكر ماشي السلطه بعدا تولدني لان كي كونفاس دابور اون اوتوبيتيك يوم نطو غلقارا ما لوبوراتور غير لوبوزي بور اتر اوبوزون لازم تكون اكس شيف دو غوفرنمون هذول يعني خوت كان هذه الحق بالنا هذه الحق بالخادم ما ديرلوش حداد هذو غير بار ديفينيسيون ان الجيري لوبوزيسيون سي لي زكس شيف كلوب دي زكس اي لي تيتر اكدي سي با ان بروبليم ان بروبليم دانديفيدو لانك تورا في دولة جزائرية ليتا ناسيون اي مناسي سي ميم با اون افار دو غوفرنمون لي انستيتيسيون دو لا ريبوبليك سون مناسي C'est-à-dire لازم وفقة إنقاذية هي مانوال لا كونجونكتور دورا هذا دورا اللي نغد هذا غير هيكل في سباع شاكي دي فابريكاسيون أمريكان إي أراب أعطينا إي فون فير ليميتمون باش تطلق تو لي زيتا ناسيون كان الباتريوتيزم ني بيرميني كني بوزيو سا اللاعب ثوري وار اون انتيري باش ان انسك لا بارول اي بوبل اي اون سوف غارد لي انستيتيسيون باسكو سون مناسي سيتامور في لي ساعات دي لوا اي لا براتيك اي كونترير انا با ديري را سي دي سيني سيني ابون كورور نهدو ونهدو كيت غير هذه غير في الرقم يروح المجرم يروح المحرم صافا قمتنا منتصر تسلط الو الا كمل الاول اللي كان كمل اني راك في فو بارك اي فو با لي ديسي دو بوزيسيون بن فليس اني غزالي اني تورا فان دي ديجا دي بوفوار اي ديال دي بوزيسيون اتن اون فاهمنا راه فاني انا توالي حركه كساكيت انا اكثر من اللي بعد ما يروح بالخدام صافا دما لو تور او يحيى صافا ونزرع تورا من ولي بلو غراف من ولي مكيك توكس وين فاقي بالخادم دي لفلاس عيداني الضوير دونك ان كومونيكي دو لاجونس اوفيسيال او نوم دو لا بريزيدونس سي دار سي با توتا في اوزرارا كيا ريالمون ويكشن دي ريسبونسابل دي ميليتير دي بوليتيك سي لا بريزيدون اي مازال تفتحوا لافير اسكو هذا تم ترونجين تبديل باش تخدم باش يخدم دي انستيتيسيون ماشي او سيرفيس دو لا ريبوبليك مي او سيرفيس دو بيرسون او سيرفيس دو توريس ني او سيرفيس ريغال دو توفيق ني زيد ني غمنا تو سا نو انتيريس تو لا اي سون ديفوني ان دونجي بور لو بي وي بيا كان كاين ميم لانويز ني الهان لازم نخفون سو كي اون ديباسي 65 à 70 ans اروح نسخم الفن الجزائر سعى لي دو تيير بلوس كو لي دو تيير من لا بوبولاسيون نيس لولند ابري 62 سي دي مليون دونيفرسيتير تو لي كادر تو راس على لي كادر الجزائريين سون دون تو لي بي دو دو مون سوف دون لار بي نكري لي ناس ني ممكن تقرا قياده اركان الجيش وين جاي صالح كيما في اوكين ايكول دم غار في مانيس ما سي با لا باش ستيغماتيز با لا بيرسون مي الغاشي يبيو كيروح الى هاني غديري على الاقل اون في لو ترونسفير ا اون نوفيل جينيراسيون ومعليش مون تفاهم على بوليتيك بون اون فوا مي لي سون سيرو جينيراسيون كي تلا ني غوت غابا از لو سيرفيس كيل بو روندر او بي سي دو بارتي قمتنا منتصر بكرونك تنيني ثاني ميرثم قرات صحيتك ما في ثمولاقينك النور حسين فقلنا ويسين قمتنا موحد الحسن كيلال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمتنا موحد الحسن كيلال التصيد يتمسلين في السرسيد دي تمورث النغم وخامق تشورن سطلام ورث زريت انت تاكو زيت وزريت انت للصالون زريت انت تخامث كل شيء الطلام الور زار يقوى ذلك الطلام من فان فهمت سرسيتا كاشا ضرون وين دي سولن ان يكون زرا شا ضرون وزرا شا نتلحو لي نوميناسيون ويدوا كيس كشموا كيس فهو كي ومعنا دائما دي طلام اد نرحب سيك ان شاء الله ممكن ادوض خير التفتر نفهم شطوح الامور كيك متنا محمد الحسن كيلا ان شاء الله بون سلام
باش هذه الطابلو هذه الكويه هذه اللي شويه المبالغه. على كل حال المشكل اللي مطرح مشكل مطرح ب 2005 قضيه الشغل الدستوري في الدار دائما، ولكن الحمد لله يا ربي فمولف وتسدوها في ولا عارف تسدوش المؤسسات الا طلع كافي ونسيس بليك فمولف تسدو غاس بالعرايس. يعني يقول هذا الرئيس بالذات الرئيس مدلك على من الشعب الجزائري يعلم بلي ذا موضع لهذا كيس يبان لهذا كم زورو إلا يسعى لهذا كيس طمع الكونسير كيس طمع يخذ الوبيراسيون في جملة 12 سنتيمتر المعد بس ومن بعد لهذا كويسين يبان باراليزي فهو يهجد كويس يدري في التخليم مكانيسين في الدنيا في التشل يزمر اللي كل ما غاد ديني غاين وسيوزو علي مغارا خاطر بصرا قاق لي كيما قاق لي الضرايب بقدرا مش راضي الوغ يزمر ديني نخدم لي ديكاسيون يزمر ديني يسعى للعباقي نكسمخ بلي يسعى للعباقي ساعة على ساعتين هذيك راه قروني شدو غمو ادي في محسس دا شارع دفعون ومن بعد ادي في غامو عفريت فقلت ما تلقس وقلت لا تلقس انا هيك لا وقلت أدفصوا يقول دي سلمة لو كنت كده وكنت في مدينة إسان حمار بيبي الضرائس لو كنت نجي ساك العلاقة في العالي دي بس يفتكر المهمة كل شيء محمشي المساعد ديانا الطرابلس على أساس وإن سجين الدستور الاتحاد يراه ليبيا وقبل كتل موريت نوعك الطيارة سيقان قبار طرابلس قبار القسم الرئاسة ولا شرائس ما كاش القذافي ليش المسكيت انت قلت قلبناك الدنيا في القذافي عن ذلك عالم واحد زود صغير يبان بلي يروح الصحراء عالم بعد نقطة غير يوصل يوصل زين تمام يوصل النخلة يقيم دواسي تاع بيت اللي حكي عن سلكك كي على سبيل المثال ما فاين راه خدمة قذافات خلو سمو سي عبد العزيز مدقلما لا تجي قميت لا وقت وزير الخارجية لا كي زعف الدستور 76 يتشحف في الهواري فرح مربيض مقص يسرع نجحنا في المادة الثانية بلي رئيس الجمهورية يمكن له أن يعين نائبا أو أكثر. إما تسوق في المادة الثانية يزعف في التبني السيسي يروح على نيويورك ويدير لنا بريس كاس كواس. فلكن واش صرنا عدلنا من لاري فان زدي يخدم مجموعة من مجلس الوزراء سيدير يخدم مثلا تغييرات نكرهو تغييرات شكلية يعني ثابتة في صوت في القرار. يقول لك تفل لي بوست كلي انا قري اسا الحمد لله حيا بلقازي كلا الكومبيتون يتشل فلاسة يتشل فلاسة ماذا الرئيس ماذا البان تقول دقل انا تقارا دقل انا تشل فحمد الله حيا ونقول مواضيع تشل فحمد الله حيا دونك شغالة تدوس حمد الله حيا تنكون مدني تخدم 18 سوية على القواس وقسنا فلاسة شهادة لله سي حمد الله حيا يخدم كثير جزارينا فلا يقعد أن يسمح فقط لا رنتي سوسيال دخول اجتماعي دون سنة المفاجآت في مريش من الأخرى الدفون ما لا يزر بلا عدد سلوفان عدد كلا قولي سوفي هو كساول القذافة أبو بوتفليقة يعني يتراجعوا مع بهم خير العمار في يد الله لا معنى يحسب يا أبو تسمسة فهل ما موزنك الحكومة في لا رئيس الحكومة سيدنا سانك مادكا ولات تقراح كان تقراح نقول اقلعنا كما تحسوا الضغط الاقتصادي دي في الدول من قصه المداخل للبترول لكن هذه اللي غادي يظهر الماكسيموم لحد الاقصى 2020 لما كنت في كل تعدل انه غالى الازمه الماليه لعام 86 ستادير اين يدخل من الحكومه نشلها فيها ونقبل الحكومه في قلال تبديد الاموال العامه في المشاريع تستهلك كما تصل يعني النفق يعني المصاريف مقارنه خاطر ما تزيدوا طريق الصيانه شمال الفير المترو الترامواي كل دي مونتون جلوبال دونك ما كناش غير مزيان توزيع غير من زوزع الصفقات الروت بالتراوي من الشركه تبقى علينا كنشوفوا تراك مع ايراجي وغادي نفهم لك بلي كي اللي من ديك شمن 2001 المسؤوله
ماشي بوتليقه وفات الجهه في ازمه ماليه وفات تسلم ديونيه ساعات رابعه. الغوش انت تامن خاطر لعبك ديك الظالم بزاف بزوايا الدراك زاويه سيدي محمد بن الكبير الازهر زاويه بن القادم زوايا كل ادوار فلسطيني قال لك مش صحراء كاين قارصه دونك تامن بليك انت ولي الامر في الفاركة ولي الامر في الشمس النصر ديال يمد يغال بالرئيس ولي امور المسلمين في الجزائر في الفاركة سيدي عبد العزيز كشم داتاسي صور ديال الا من لاك الجفاف كلاسي شراس مدة 30 سنة اسكي يهضر بيها في كلاس كلاسي الفلاون اسكي يهضر بكلش ارشي عبد العزيز اللي قال لي سد ويعرف اللي قال لك تروح ناس معمرين الفاركة سيدي عبد العزيز اللي قلنا كلش صافي فيها سيدي عبد العزيز اللي كتشح فيها يعفلها الى قضية الصالح الى هيك والله يكون فيها كل تفرغ يكون فيها كل سايمة تنصحوا على المثقل ما تنسلم وفيها كل تنظم لكن جاف الرزم التأكيد مع سيدي عبد العزيز هذا شو الإرهاب اللي بوغيني ماشي ماشي إذا وين يخدم من ساق وين كان يخدم مثلا قاتلين يخدم في المصالح اللي صارنا دي خاطر المصالحة الوطنية مشاكل يسمع بوتفليقة يهدر في الأسماء كليف مرات من بعد من يدخل من المصالح الوطنية أنا الوئام مدني خطر الشعب الجاهلي على يد الميزير على يد الهم يقبل بليك عدات سلوفة كلي عدات باش ونسوها على الرفيق فالشعب العالي بطلقة الخطابة مزورة بسعر سعيد إنه يقول كو سعر هاي البرنامج جيب طب فوقها وش هاي البرنامج وش هاي البرنامج شعب العزيز اسم بها فرصة الدبلومات يخور الشخصيات التاريخية دمرت شيطان قال ما الجنيال دوغول صافي يخور بطا الشخصيات دونك يكتسب خبرة العام خاطر الواقع نساعد السلم الاجتماعي لابي سوسيال نساعد السيسوردين اللي قدروا الجوريين خدامين غاش الطلبة على البروديكتيفيتي الانتاجيس با لا بريطانيا كنت هناك المالية هي الجميع الخزينة ماذا قال سيبورتي اش قال سيدي عامي ديجا في الكوماسي يتسيي العجز ما خاطر ما دوني الانفلاسيون تاع الخوم يتزاد شوية خاطر نبدا كديبة انا عرفت الشفاء اللي شفت فموش نقصو السلع عرض نسا السلع في اوتوماتيك مو كل شيء تزال ما السلع دونك اللي تنخل ما فراشو قالوا من بعد ما اللي تنخل معنا الطبع ريسور ديل كثير القيمة من تلك الخام البريت فيبين ايش الحياة تنفع نتاع الضمائر الزمن جزائرين تزارين الشياغين لحشاكم ايش كان روح هكا قس الدولاجيين قمتنا محمد الحسن الخبر ديوسن غميس ليبرتي غميس الوطن الساقي أين يعني أن ماس ميلود شرفي دي مضبرة مقران دي لا ريجولاسيون بسميت الاوديو فيزيوال دي تمورث لان كان لي زارتيكل دي الجورنال اوفيسيالي دينا البليون ما قعدت كافارنا يخدم كرات سرسيت وكسعر الحق باش هذه لي سك مضبر لنا يعني على لا ريغولاسيون اوديو فيزيوال دونك لي زارتيكل سون بوزي دي كاسيون كي نوميناسيون دي انتروغاسيون ما سعد خرات مغلي نضا الرياض دفكنا في تمثال تاع سي محمد الحسن انت رايو الصحفي قاديش انا كاكيا الا تري نايف سامج بزاف كما ما لقى الدستور لا كونستيتيسيون الدستور ابو القوانين يتوافس ايش هذا تقول لي قانون القانون لا قانون لا مرسوم لا قانون لا شنو عمر كرنجري شوف لا عمر يقلل انا كان يقلل احترام القوانين النظم بالجزائر ونشي لي واجد الازمه الحاليه مش انا فاقي مول شوف نورمال عادي فاش دا في الدار دا في التوي دجلس مول شوف مول نهار نهار مكتب الوطني قلال عندي اسيدي ومحسوب على الجهه الغربيه خاطر المناصبه في قلالي مدي بسيدنا عبد العزيز حتى في المناصب الا قبل صحاب الورا ولا في المسعد الا قبل مش فاهم شنو فاهم في سمعت لا عندي لي بوست كلي كلش بزيش يقوزن في قلالي الدنيا ومين ماشي عبد العزيز كان ياخذ فلوس من المصالح
استخدمني قال لي قال لي خدم الاخلاص للمصالح قال لي بنشن استخدمت انا عبد العزيز عز الدين ميروبي اللي يبدل شمال تاع الكتاب اللي امين وطني مازال يقول بالخفه من رئيس المجلس الاعلى للغه العربيه باي يعني والو فوالا ماما لان شخصيات علميه ثقافيه وفكريه وديت هنا عبد العزيز الدين ميروبي وما زدت في الهنس صافي مول نشوفو كيف كيف طول كان بلي كلا عندي يخدم الشغل لكن يشن يعجب الحال هاي من تقعد لا عملش واحد طعم القانون كلا يجيني كرون مش انا نجي راح صراحة كل شي واحد طعم القانون مش اللي هو كلمة مثلا واحد الحسن لم كيري تصوري ذا السيناريو الزداثة مكيد نيض مسبوت في اليقاس دوار بيش فيه لك ولكن لعل اسم اديفان الخبر بلا كرسي كي اثن اثن فيتورا ولا شنو واثي طفن ذا شو السيناتو هذا خطر تصدي ان اجماس ردي تهكي مانيس سعيد بوتفليقه خطر يسعى فوس دم قرنك الطرطاق سي بورسيتي دي بوال مورادية لان وقادي دي هضرنا في ماس سلالي ناك ممكن افد لقاري ضرون دهقين ثمكات ريط فن ثمكات وسلوين تمورث ذا شو السيناريو تسولي ذاك مثلا محمد الحسن رزدات انت السيناريو الوحيد هوري ما يظهر هذا رجل بوتفليقة انا ميموس ميموس صحيح معافى اسمح لي ابو عبد الحسن مو عبد الحسن في لاكستيون كي خطر يخسر شي طاح الصوت عاود انا كان مولا شوغي اللي في اشود النير سك مزوار ونعناك سمحنا غا ياك السيناريو الوحيد يسال سيناريو سي كان راجل بوتفليقة قال ما يموت ما لا يموت تعلم شغل ادخل من الانتخابات ترشيح الانتخابات هم الدنيا بكل ان تحلف ان تشيلي قائم تشيلي مفتوح على الانتخابات حتى ماشي الرئاسه كان الحكم الجزائر لا رئاسه لا مصالح الامن لا وزاره الدفاع ولكن مصالح الشعوب كل مهم يلعب ذكي ذكي بزاف وغنشوف بليك ربي شنو كيلعب ادخل من هذا الشحن من الدين كنخدم هناك الفكر تاع 99 فرسان وكذا وما هما فرسان مي مش ندهكيني وين فاتشكل فوالا يولي في الدهكين ينجم غير ميلا ميلا لا ديسكيسيون وقف وقبل هذه مثبوت في الاخر قال رضا عن كلمسان قال رضا عن لافا من السي عبد العزيز باش نسمعوا من بلي الفير الرئيس وتبع له خاطر فكر سعيد كيش قبل سعيد كيف مشاري الحمايه انت جلس للمحاسبة فلان يقمس خاطر اتصل من الفترة اتصل تون فلاس ماذا بيه كان يعني صار الضمانات بلي وش واحد سبرا ودو سكنا يقولوا خلاص باقي مين الرئيس غيب الرئيس اللي هو بعد الحالة عارف هذا الفلاس بلي كان المعرض انت جلس ودي سهيلا باش يخدم لا اللي لنا رأي موس ادخل من طبق الدستور ما كان يقول الملوخ نقول ديال ثلاث مرات 40 يوم رئيس مجلس الأمة فاتن بي لا قال أنا وكتشنو بلي قال لك انت قلت لك وتخدم لها كتخدم لها وقال فهاد البوليتيك قلت لها لا قولي قلت لها البوليتيك واحد الحسن قبضنا واحد الحسن واحد الحسن اي تسلاب واحد الحسن تسلط بس الله دخل الدين في القدس يا خويا الصحة عليك قمتنا نصر كان يفاك يدي سكسي ما ولا شو غيلي والله عرس الصدر أنا سكسي يعطيك الصحة واحد الحسن كلا برسك أول يكي ساعة القيمة مليح مليح الغورنا يعطيك الصحة فاك أنا كديني يعني السيناريو يدفكض يعني ولاش ذي ساف الدل يعني ماشي الحاجة هاي في الدل ولاش الدل اسمع الدنيا ليش الحاجة كنت الله المؤسسات شفتوا اهم المؤسسات بالوقت الفورة المؤسسة الامن المؤسسة الامن تسجل الراعية تسجل شيخ القانون فوالا شيخ القانون مؤسسة الامن مؤسسة الامن لان خمسة سورة خمسة ميكرو طقرة
كل ميكرو يتكلف في قطاع من القطاعات الحساسه الدوله الجزائريه باش تفهم مليح. 5 مكلاكر تنطبع على المدير العام سي توفيق مدير سي محمد مدير مجدوب و تري 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 انتيليجون. ما سنتك مدير بلي ما فرحوا باش تقبلك هذا هذا نختار هذا ونشد هذا راك دي سلكا حاش مش ما هذا كي دي سلكا نسقسي يجمعك على القوم ودي هذا راه شيء من السنة اللي يخدم مليح مليح جينا عنده في قصة مليح عم يخدم ويا مردني وتشكو غادل اخلاص ندقلاس الوطنين ندقلاس لا تسلوفا وستفاهم لا مدن لا تختار اذا زيت زوال الجير وشكو العمل تعال تكسر قلت في ولم سلك دبلوماسي سلك ما تقول لهم طالع ممرا فين يخدم الشوا لكن الا قام طالع ممرا وذكي بزاف شنو اللي حد يخدم مثلا لما اللعب الامريكان فرنسا سكون الجواب باش ادر الوقت من دبلوماسي الدبلوماسي الدبلوماسي العالي فك الدبلوماسي يخدم الشغل شكل لا ما صالح الامن يخدم الشغل شكل لا يسال ضعف الله ام جواب وذان قالوا ضعف التسير الاقتصادي ضعف الجزائر التسير الاقتصادي وضعف الجنيه التسير الاقتصادي يمشي نحل الى كوربسيون والفساد الجنيه على الاقل باحداث التسعينات الوقت من المؤسسه باش تغيش دولي باش تبدل دين سن الاطارات كلا سنحن سنة تشن فنزم النابس للناس الكسن يعار يعار مليح الحساب يعار بزاف بزاف وسهيلة لا أخي أنا مقام دي شتيب خليل خل خليل فأي خطر فأي تروح تحصل شتيب خليل أصبح مال أن يجي في القرى القرى تلقى أنا غير تقرأ في خطر نفسي زي اللي روح عن في الملفز في التليفون ودبارة تلفون تفضل القرى بشيء تقول ما علاقة لا على غرق مسلسل ولا تدوس بمزيش الأخطاء من جنرالات يدخل من 92 الأحداث 92 خاطر واش يدري من لك أزمة مالية وحوايج نسخ من كل ما هو غير شرعي كل ما هو حرام تخدمي باش كان هذه الدنيا راه مو يغلي ورا ولكن محمد الحسن يعني مد هالضرب التص يعني من سلوية ظهرنا يا بوكو دو كونتراديكسيون تناقضات في المشهد السياسي تمورثنا ذي يوث الجهة تقارض باللي يعني وكذا كيا فقرون المؤسسات ونزمير لدنيني باللي ماشي مخلصين ذي يوث الجهة اللي ظننت ولذا شو كونتون اناليز يعني لا سيتواسيون تمورثنا ماشي ذي الحاجة يكسفراحن ترى امك يعني كمك نزمر الدناف افريد باش نغلر فريد نين الصاحن بنو ثمر ثنغا في الاساس الصح فانسك شميوك وكذا يفغان اخذ من ثمر ثنسن ماشي يوث الفئه كان باش هو باش هو دي نفس قوي المرحله الانتقاليه السيد خفان سكرتير الدين بوتفليقه اليمين زوال يقول بلي قلنا عليه نون بسير ولا سخن نون جبير على استفاد لنا من زوال إلا في راحة إلا منتخب وطاش الشعب دندي نفس المعرف قبليش لما أنا غنيك زوال غير زوال غير شدي قبلين بلا كون بسير دي زوال ما فيها يفضل من وقت خميس يقل 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 لعوش لعوش باك المستقر لعيش عباتي كمان خسارين باش الدولة بوتفليقة على أساس سعنس الملفات ساعة الزيارة إلى قد يس أن يسلحوا ثموث لكن يسلح جبير وثنين دارة سيسانت إما تدق وتك أنت مزوير بوتفليقة الخطابات مزوير مزوير النشاطة تي مزوير يروح تسمية باش يخدم الإصلاحات المشاريع الإصلاحات عند المسلمين وما إصلاح القلعة القضاء إصلاح المالية كذا يعني تتفاجئ من بعض بلي كل شيء يغال حبل على ورق الشريف احمد ضد بن سعد واللي سوني باش نقول سي بن سعد في المحكمه العليا قول سوني مزيان في التيام لا شمس نحوس الدوار راه حتى جاو سجلتها في الوفا لا سقسي راس احمد بن بلال واخرين يتشجع يا مناسب اللي يخدم الوطني وتطا لا شاف المزمن بلي كل سجلنا ابري يكسر في البوت في اللقاء سمعت في سوني في الديفون يفتيفا 11 سبتمبر ماريكا لقلال بوسن زروال باش هذه فرق الحكم
على اساس خاطر من حضرك مؤتمر منظمه الوحده الافريقيه بجنوب افريقيا تفيس كوفي انان تفيس تفيس نيلسون مانديلا تفيس الملفات قول فان فقل الاولى هذا افصف الطاولات البيت الابيض فاجينا الدوسيلي من زوال السب المباشر صافي سبت في اللقاء غير واحد صبر على اساس قال لي قال لي سمي زمان هنا اللي حاضر ما قريت راح للسلطان مالك قال لي قبا على كريم قال لي تحاشي قوا على الدفاع في الناس صافي سبت في اللقاء سم زهوز يقول سبت في اللقاء دونك مالك انا فرنسا انا الاوكسيدون تعمل شغل دوله قال العالم ثالث ثم عمل مارشو كريم دوك الفاسد دوك لا كوربسيون الاقتصاد المافيوي كيجيب باش خاطر هنيك تفدي في النهايه دونك بوت في اللقاء جمال كيش ناس لا هنا شي قالش في الناس مش ثلاثة العام الوشرفة لا خامسة أي ثلاثة ألو فيدي بوت في القنبع يغالي يسرح يوم لا يسرح اسمه فيدي تكنا أكن كان أبي بريق من خامس اللي غاقي زيان أبي بريق أس دولار جيريس أبي بريق مشيش مشيش الأساليب تصير الحديثة محمد الحسن كي لا لك ثاني مرثم خرات كي عزر ربي صحتك ما في مغلقي لك وقدي غادي توالين تي قدي غادي توالين نروح سيف الدم شطوح فاصل قصير ثم دنوغ الرورون السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول أقلع نغال درغرون يعني أن تمسالين سرسيدي تمورت أدن تمسلين في سرسيد تمورت أتصن طلامي تشورن إموسناون دي سرسيس تخلصن وفهمنا لما كذا تضروا دي تمورت النغ ولكن بود كري إموسناون إغديف كان ثم غلنسن نفهمت باللي تسرسيت تمورت النغ تسرسيت المصالح وانت هم راسميت وني هم الدستور وني هم نيركازن وني هم إكابارن نا شخصيات سياسية تمورث أدنو على مثلا النصر دي الستيديو تريد مسلك مثلا محمد الحسن أكيلال يهضرنا إنك ولاش الحاجة اللي في الدنن كل شيء الحوس اللي زانتياري داخل تمورث مبونديون يعني مثل هضرة في لانوميناسيون بس مثل مصر مس ميلود شرفي ناكي ودي واقيست ان ارتيكل بس مثل الجورنال اوفيسي ناك ثم من دوتو كل سواع في السم كرد نهضرة ناش كل شيء دي سواع في السم مرد نحقر لي زانتياري
بصح الى قدر يعني محمد بلي محمد الحسن كلا ان الدواء يعني ماشي قص فراح مجد هنا يوعر الحل هذه اللي في الدلدي ثمورث ويعني كل شيء للمصالح وانت ولي بلي ويقاذ اقلان فقرون وزابو تمورث لو سيستم يسون بابري على شيء ثم ماشي العباده يسرحن ثورا زرام بلي الحلايا قثفه في اللسن الامور اثلحوا ام كيف غنوا هنا الشعب يعيا اكدود الجاهل يعيا سيل يعني سيت سيت تمورث لا يعني يخدم لمن التصدي العباد ومن بعد فغن ماشي ذي العباده يخدم من ثامورث ومن هضر دغنا في لوبوزيسيون ينايد يعني لوبوزيسيون وزميرارا يعني تخدم شيء ماشي وتصف يعني تصور على الفغيني الناس لو كانوا ستيلي راين فورس الديريال لا فورس كي ذاك دو الجزائر الى قدر يعني بلي يعني سي سي يا با العباده مي كذا كيك صح ليكسبيريونس ديال لا بوليتيك الجزائر راك دايرين بلي ولاش دا شو تراجو ولاش دا شو يبدلن يعني ذي الحاجة ماشي الحاجة هنيك صفراحا خاطر انت ولي بلي الحالة مكد النظام محمد ستان تونال ذا طلام ثمور ثنا الى قضي لي ذي وفدل الى قضي لي لا ديريكسيون تمور ثنا الجهة يقلها انت ولي بلي اتصل لي سيكتور اتصل الحوايج انتو غير الرفير ماشي غير زاد تروحوا من نهضر ذاك دي المغاربيه في الايكونومي في في سميس امك الالجيري يعني المدخول اللي نس 97% انا 97% كل شيء لي زود لي زيدرو كاربور يا با اون ايكونومي كي فونكسيون سي دو بريكولاج وانت هضره دا غن ان الدول قوالي سيناك د الجيري سي ابي باري تسمى تسلسيت ابي باري مش دي قارون جزائري دونك الى قد يعني خاص الصباح ثم دي تاناليزي لا سيتواسيون الجزائر ولكن اتوضض باللي سي 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 مخيف بضيضة إذا كيف تصور دير تو ن comprends rien تو نعرف يعني même les gens qui suivent يعني la vie politique algérienne tous les jours تغبسن تغبسن صحيح تناصر أنو حسين بقينا كمثنا دكتور أمقرن الأخضر سنين أسلام مينك الزول في الله كاسم قرن الزول السلام عليكم هذا كلام وين سلام ورحمة الله قمتنا الدكتور مع أم قرن الخضر نسقصد الطاس إموسنا ونسقصد وجدود تمورت الجزائر يعني سنة الحوثام وشو ضرون دي تمورت يعني خاصة سين قوراقي أفدلاقي قدران دي المورادية تو لي شونجمون لي نوميناسيون تو سا نسقصصنا ندم خير تولي مثسر سيت ذي الجزائر نند باللي ما تزمر ما تولي من الحاجة ذي الطلام نكوني زمان وندنيني شو نتولي ذي السرسيت فذاكي نكوني لا بابي ريبوندر ثورا غلا نفقرك دلا باليك شي نقمنا محمد الله يسلمك بصحة والله عرب هاك نقارن اعتدنا في طلام بصح يعني الجزيره الجزائريه يقدرش يعني نسرتيت يموتنا وين ينغمسن في اللايوز ان كونستانتي موساكين اما كني كي كتسرتيت كل شيء سوا خدام شدا ونطبلا كل شيء سوا خدام كنقارن بالطلعان بين كان كنقارن كنا شغلنا على قديش نعم في ذاك أدنى سبين شو تحت حسات أدنى سبين شو تحت تمثال اللي هو جدودي وكني كين اللي بعم باللي تسافيت كزمر أدات كان قارن حلول يتواغي كان دنزعيشي ما تمغادر كان مثل الحوت الحوت تمثالين ثورا زمان كان دنيني ماشي داين راي كان قارن راي على غير استغربين على خاطر يجد داري النوم 62 أو 63 يو كرنو جدودا كان قارن يعني انا قراو النين الجروب النين وجباهي وكرنا الاستقلال يتمور كده قسنا الوساع كلش يتوخم قطلان كلش يعمر يقلو جدود يسعى القرار ينس السجي ما ينظرون يتمور
نوصى إيفان دان ماكنيكي أين كنت نتوالين كنين مكتبا نزيد جديد إيفان دان ماكنيكي ما راح تواليد أسوأس سمانة سمانة شهر شهر مازال فيك لنا نطلعم صح بصح ومان طون تبين تسكن كان أتصل زين دي سيدي تبينين باللي أمن نوغة ثانية قوة وقارون كان قارن دموس تتروي سنتيك ذو ذا ولا شيت دونك كان قارن القرار أن تموت كان غريفة سن بقصة الجهات نكون نظرارون في أمولا في ذلك ما لم تولي كان باللي وصينا جين زمرت أن نكون جديد جديد باللي تمثلت الساي تموت أما كنيكي على أجدودة ثانية اللي أبوندوني جنت وحدث هي مون أسيستانس أبي أون دونجي أسكا جين زمرت أن باللي في مسالة كذا نفع طرحة تروين ديري هي إنا جرافاتيون لا سيتياسيون سيرتو مالا نوالين كنت تالين كونسكا كان كيقول كران الامثله وكن كيقول لك ديال هذه فهم اسا اطوال كان باللي باش كني كاين اطوال ازاف وتعين ران الشرعيه يمكن تخدم يخدم هو كني كاين امكان عليك الشرعيه امكان الزراء باش هذه يخدم القوه يعني بور ان تي بو ايسيي de remplacer la légitimité mais l'illégitimité du pouvoir le régime en place fait propose des scénarios de mise au pas de la société de domination de la société c'est l'instauration d'un état de dictature pur et dur avec force avec la force et nous le week-end qu'il s'agit de l'élection il y a une atteinte aux libertés. Mara toile le camp, il y a une atteinte aux libertés. 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 Il y a de rassemblement des Algériens. Malad Walim, c'est un peu que les messagers de la liberté dans toute sa lecture. توالير باللي تم تلتقين الاوديوفيزيال باغ اكزومبل اندر بلير بنيون جارنان نعيون لان غماس ديون لان ديبيتي لان المسؤول ديون كافار كذا اللي ران دين الوغ كي سي كونترايرمون كونترايرمون على الله وبيت كي بروفوكا تسمى على قارن تولا اي سون اون تران دو بروندر اون فورس تسمى سي تين اتانت ماشي كان on sait qu'on n'est pas dans un état on l'est mort dans les libertés de une autre étape sera de confiscation des libertés par la force c'est illégal il y a un article 61 de la loi du visa. Il est illogique, le monde entier, même les dictatures qui se viennent à la caisse. Un militant politique, un parti politique, un responsable politique, à savoir ce qu'on soit disant à l'éline. Attends, constitutionnel, on a dit le docteur a dit que l'article, le mandat de membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel est incompatible avec tout mandat électif. Tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique, à l'exception des missions provisoires dans l'enseignement supérieur et la supervision de la recherche scientifique. Donc, comme qui dit l'article, il y a un article qui dit Mohamed Hassan, il y a un article qui dit que le Kmalis ou l'article 428 est un article. Donc, le Hadjagish ou le.
لا اشتاقي يا سين مغبنين نكوني كانت الحاجة ذا ديري فانو ضراب اللي نزبو يجي يعطس كلش يعطسك ذو ذا ديري ضبو يعطسك ذو ذا ديري دون كاين النظر غرص انك نولاشيت يا عمري يخدم اكسع القيمة اكسك القيمة وذو ذا ديري نضراب اللي نزبو يجي وذي لان وذبو يجي ممس بطلين وفينادا وفينادا في اسم الدولة ونون با لا كولتور ديتا ايزون بريفاتيزي لا ريبوبليك اساكين بوين ما تاموت بوين سلام سلام كميتين كنقا لا جانج وداكم غراض زي انتيك مرض والي بسام توفر يا جي توقنا توفر كنقا مساء اكتب كم تسن سلوات انت تسن وين تموت تقلينا كان بضنا وكرا الخبارات وقالي نجماعي نقرا وانت الكونسيب سيكوريتي كوني نبغى من بصح ما نتوالي باللي اسلوا يجي ولا شيء الحق لنا كوني في كيف لنا في قداش مسافيد الحق فوق ذو الدايرين غادي يستقصي غادي يحوس اي غادي لو سلوا يجي انتم ان بوين تساوينا كنقام عند القرار يتموت كانوا كيقدم سنه كيقصدون ان شتي كيشبيب يشبيب جند باللي اسكي ان نو ريغلاني لي كلون دي بوفوار سي بوكو بلوس اس اي هذا بلاصينا ملك انت راخذ من كما قال انا لي بيون سنتكشن تن باسكو باش او من نوع مين ام بالا يخلفنا بوتفليقه وظلينا لا من الماء وقابلنا ما اللي ضروين راه يضرون اكام اللي نوجبنا لا دونك لا بروميير ايتاب خدمنا C'était l'échange. Mon accueil de nos souffles là, et ce qu'on a de mort, que ce soit par le droit, ou le général, ou le conseiller qui est là par le droit, qui se naissent. Ils sont en train de mettre les moyens et la mise en place des moyens de domination, de domestication de la société. Justement, les mecs et moyens viennent, à manipuler la population, à dégoûter, à démoraliser, mais les mecs et moyens s'amènent à l'esquire. Les mecs et moyens existent derrière le chitophile. Donc, c'est qui moyen de l'évacuer la diversion au Sahara. D'entre eux, ils vont aller à l'étape de la porte. C'est des interdictions, c'est un peu une politique policière pour contrôler la société. Si vous avez une équipe, c'est la fin de la vérité. أكيد عم بليه أسا ماذا بنكوني أرد نسوي ولا ما كنكوني نكوني شغلنا هو كني كنا أبناء في الغشي أبناء في الأوبينيو ناسيونال من انترناسيونال بليه إليا إن دونجي pour la stabilité du pays, il y a un risque intérieur. Nous avons un risque extérieur. Mais il y a un risque pour l'épanation. Donc, nous connaissons une série de il faut qu'on reste vigilant parce que à n'importe quel moment on aura dit que on est vraiment une mort ismer elle est une mort qui est une qu'on voudra on veut gérer cette mort mais l'état ne va pas disparaître ne va pas tomber avec la chute brutale du régime en place nous connaissons un des gens et que va nous gagner et maintenant il y a danger pour la cohésion nationale. C'est pour attirer l'attention, attirer la son adorable de chez Benin, Belin, Mac, on se met à la Mac, Missy, Benin,
وقبل الانستيتوت الجديد الى كودي لاني موتاجين غرال لاني باتريوت انتو بارتو لاني لارمي لاني لي زانستيتيسيون لا ريبوبليك يفو كي ترن لو ريسبونسابيلتي ونزميرانا نجتمو تاع روح الروسيه ونزميرانا نجتمو تاع كاس العون بلا كان قال الله بوصول بلا ما لقيت لي ناس اكزوز هذه هي من غير يا هي كنقارن تسمي يا هي تيغوزين الساكين تلقى اسيرم اسيرم ربنا ما لا اكزوز يعني ازابو غادي تسجل باللي كنقارني خدمي وكذا كاع خاطر نكون انا ما كنتش تبنى ما عندي الحوت ازابو يلحو يجيها اكزوز ثاني يجيها ما كنتش تبنى ان شاء الله عادي بنا اكزوز كاع فاز بنا ان شاء الله عادي هو نيكينا اليان في الدائير اليان اللي ما نزمر ادن سي ادن سوفا يتبغي تاغي افون كان سوا طرطا كما تنا دكتور ام قره الخضراء كديني تن مرثم قرتك ما في مغليه كينك صحيت نروح سيرف قلنا وصر بعاك مثنا كريم كبير دنا غمس دي ليبرتي نسلم في اللاس مرحبا سيسكا كريم مساء الخير في الاول مساء الخير ما نكون ادن تمسلاي في الوضع تمور تسرسيت سنة الحوثة مور تشو ضرون دي ثمور ثاني يعني نفدل ثمن دوث كيني باريسبكتي لالوا كيني باريسبكتي سما ماري لي فدل دي ثمور تنا سي با بارابور على كونستيتيسيون بارابور اين لوا سي بارابور على المصالح دونك نسقسى تطاس نمدنا يعني لو بوليتيك اون الجيري كونت اون بار دي بوليتيك اون بار دو تينيبر دونك اكيد نجي ان شاء الله كمتنا كريم ادم صليضات فقد الراي كان يعني انت مسالينا كما C'est général. C'est-à-dire que tout le monde fait le constat, bon, à part le discours, yani le pouvoir dans sa clientèle qui pense que l'Algérie est dans une situation stable sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, les Libyens, ils dorment de laine, aujourd'hui ils exportent la stabilité. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Tu sens dans la rue, mais le peuple s'ennuie. S'ennuie parce que les perspectives sont sombres. C'est-à-dire nous n'avons pas yani, un projet politique, un projet économique qui sont clairs. Ils peuvent, par exemple, adhérer à la démarche. C'est une situation qui quand même qui est porteuse de risques parce que avec les bruits ils essaient de rassurer l'opinion mais quand même même les qui sont des experts même s'ils sont pas intéressés par les calculs politiques yani ils essaient de donner la réalité des choses la situation ne peut pas tenir longtemps à cap. C'est pourquoi le changement il devient impératif. Mais est-ce que le pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'il est disposé à changer les décisions qu'il prend, les discours qu'il développe, tu as l'impression qu'il est complètement coupé de la réalité. Mais même s'il y a un livre, il continue toujours à privilégier sa survie, à privilégier ses intérêts, que d'essayer d'aborder sans tabou un débat sur la nécessité de changer beaucoup de choses, de changer sur le plan politique, de changer sur le plan économique, d'ouvrir un large débat, un dialogue avec tout le monde, avec toutes les sensibilités politiques de la nation, yani pour trouver une solution qui permette à l'Algérie de passer à une nouvelle étape. Parce que quand même après 50 ans, je crois qu'avec les changements qui se passent après. Maintenant, Karim. Maintenant, Karim Atsalad. Karim Atsalad, Akma. يعني بلا ما تمشي لي بلا ما دير لي مشاكل بلا ما دير لي ومنو pour arriver à un nouveau système démocratique qui va permettre l'émergence des compétences, une nouvelle vision économique, une nouvelle vision politique pour assurer l'avenir aux générations futures. Allô? Allô?
كريم فاك انا كي تسقسي غير مولا شوغي ليف نكونيك شمد ديك لنا يعني محمد الحسن كيلان يعني ذا لعب ديك ساعة نطس تجربة ذي سرسيس تمورث النار إنايد باللي انت يعني السيناريو ذات يتولي باللي ولا شافدل يعني يتولي رافدل رادي ياسن ذي ثمورث إنايد باللي السيستم هذي يقيم أمكي قلها كاقي وخاصة لو كان ذي لين أرزداف بار إكزومبل يعني أسلوي تمورث هذي وضع العفور بينا حاجة إنايد دريا نوفا شونجي Bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Nash et Nohni sont d'une. C'est-à-dire, il y a celui qui refuse de voir, il est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le système, il est comme ça. Il est, c'est un système autiste. C'est-à-dire, il ne sert même pas à dans les partis politiques. C'est quelqu'un qui est dans une logique. De perpétuer le régime parce qu'il considère qu'aujourd'hui, bon, il a tout verrouillé, il a à sa disposition il a des médias yani, à sa solde qui essaient de, un peu de faire la propagande de ce qu'il fait. Il n'écoute pas pratiquement ce qui se passe. Mais malheureusement, ce genre de régime en général, ça tient très peu de choses pour que l'histoire va s'accélérer. C'est-à-dire, mais quand tu vois l'analyse de la situation profonde et au niveau de la société, de la situation économique des pays, les perspectives d'RZ, le minimum de lucidité impose que le changement est inévitable. Maintenant, il reste à savoir est-ce que le régime Guy il est prêt à opérer des changements pacifiques. Non, sinon il va laisser la situation comme ça. Que le changement se fera dans le chaos, ce que personne souhaite en Algérie, parce que là ils sont en train de ils pensent que ça va rester éternellement comme ça. Or c'est pas vrai. Il y a un développement de la population, ça augmente, les besoins augmentent dans la société, les besoins en logement, les besoins dans le travail. Et ce n'est pas éternellement qu'un aïchis le pétrole, parce qu'ils mènent Hadez qui a dirigé le prix du pétrole, c'est tout le programme Moussel qui sera chamboulé et il n'aura pas à gérer des situations très difficiles. Et sur le plan politique, s'il ne laisse pas yani, les partis politiques, les associations, laisser s'organiser de façon autonome et voir qu'ils vont encadrer la société pour demain l'Akdarbi, ça va et yani, ils vont manifester pacifiquement. Mais maintenant qu'ils continuent à Tsarozon, avec les partis de Tsarozon, les associations, ils divisent les gens, demain, forcément, c'est la violence qui va prendre le pas sur une revendication yani, organisée. Et ça, lorsque tu vois leur discours, tu vois leur méthode, tu vois leur façon d'agir, tu as l'impression qu'ils ne prennent pas la mesure yani, de ce danger. Karim, vous avez la nomination de Miloud Chorfi à l'autorité de la régulation de l'audiovisuel. Comment vous avez la nomination de Yagi? Nous avons dit qu'elle contredit le mode différent du journal officiel, l'article 61. Tu sais, ce n'est pas la première fois en tout cas qu'il viole la loi. La loi n'est pas un obstacle. Et pour te dire, quand qu'ils décident de faire un choix, ils ne s'encombrent pas de l'obstacle de la loi. Mais maintenant, le profil du personnage. Miloud Chorfi, la presse algérienne en tout cas, on a eu affaire à travailler avec lui, Miguel, porte-parole du RND, un chef du groupe parlementaire. C'était quelqu'un qui ne communique jamais. Tu lui poses une question, jamais il se mérite de répondre de cette place. Mais la direction est. En plus de ça, actuellement, son parcours, c'est quelqu'un qui a travaillé du temps du Parti unique, qui est dans la culture iranienne de l'unicité. C'est pas quelqu'un qui a fait le dictateur qui va faire la démocratie. C'est impossible pour quelqu'un qui est élevé et arbitré de la culture
le parti unique, c'est qu'il va, il va chapeauter yani, l'ouverture de l'audiovisuel. Ça veut dire que le choix porté sur lui, bon, au-delà, peut-être, yani, je le dis avec réserve, au-delà peut-être des considérations régionalistes, parce qu'il est de l'Ouest, comme toujours, en plus dans les éléments de l'Ouest, mais sa nomination signifie, Belli, ils veulent soit, disons, que cette ouverture soit une ouverture contrôlée, qui ne va pas dépasser les limites fixées par le régime. Ça veut dire que c'est une ouverture à trompe-l'œil. Elles prennent toujours les télévisions, mais qui vont toujours, même avec l'inclusion des chaînes de télévision, mais ce seront toujours des clones de l'ETV qui vont faire le travail de propagande, le travail pour louer le travail du régime sans plus. C'est logique. C'est-à-dire il reste dans le régime reste dans sa logique, il ne peut pas aujourd'hui aller vers une véritable ouverture. Maintenant, Karim, maintenant, là, ça nous fait une petite question. Un président qui est malade, qu'on ne voit pas, une constitution qui n'est pas respectée, des nominations avec des interrogations, un peuple qui est exclu, pourquoi cette timidité de l'opposition? Pourquoi la timidité de l'opposition? La timidité de l'opposition? Oui, par rapport à l'époque de Fkake. Non. Je ne pense pas que l'opposition soit timide. Et il faut connaître aussi la réalité du terrain dans lequel évolue l'opposition. D'abord, il est en train de résister. Il est en train de résister par rapport à tous les blocages, par rapport à toutes les entraves. Pour qu'ils activent librement. Ce n'est pas facile pour eux d'activer facilement par rapport à un régime qui refuse toute expression contraire. La coordination du Sénat, Béchard Khoumen, un meeting, Béchard Khoumen, un rassemblement grièvement du Fatih Mélanesen, une conférence thématique Mélanesen, les médias. La majorité du Sénat, il attaque cette opposition. Ça veut dire qu'ils sont amis à l'opposition au travail de résistance. Et là, ils commencent à s'organiser, ils ont essayé comment apporter le changement. Mais c'est pas qu'il est, à mon avis, qu'il est timide, mais c'est la difficulté du terrain qui donne cette impression. Il y a Mais c'est parce que elle affronte un régime qui a énormément de moyens, qui dispose de relais médiatiques, qui dispose de l'argent pour corrompre les gens, qui dispose de la force publique. C'est pas évident, Yannick. C'est comme si tu affrontes une montagne avec une cuillère. بارك الله فيك كريم كما تنمرثم قراتك مثلنا كريم ذا نغمس لليبرتي لحق دار ثقارة وندني نوك صحة وقالي ديف كانت مزوطة تنشكر تنمر صحيتك مثلنا كريم تنشكرك مثلنا منتصر بكورون ذا نغمس ديف كان الرئيس كمثلنا محمد الحسن أكيلال كمثلنا كريم كبير ذا نغمس لليبرتي كمثلنا الدكتور مقران الأخضر وانت تشارك مثلا نصر ديال الاستديو ثاني مير ثم قرات وقادو كي ديف كان ثم الزغطه ودنيني صحي ثاني مير ثم قرات ارثوفاث والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.